عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة اكسس ورد مدام هويدة بحييكم. النهاردة ان شاء الله نعمل سلسلة للنظارة الحلوة دي، او وكمان السلسلة ممكن تنفع لنظار الشمس او اي نوع من النظارات. السلسلة بتاعتي خرز ووردة على شكل الخرز. تعالوا نشوف. اول حاجة بعد ما قطعت الخيط هحط استوبر بالشكل ده كده، بجيبه فضي عشان انا كل شغلي هيبقى فضي، وبحط كمان وردة بعد الاستوبر، بحط وردة بعديها بتني الخيط بتاعي بالشكل ده كده. دخلته بالشكل ده كده، ابدا اشد عشان اصغر الفتحه بتاعتي او الحلقه الصغيره اللي انا عملتها دي كده كويس. بعديها اقفل الاستوبر كده، كده بقت متينة اهو. خيط الزيادة ده انا كده قفلت الحلقة بتاعتي، من قفلت طرف الخيط بتاعي من الناحية دي. بعد ما عملت الحلقة بتاعتي اجيب حلقة كده وافتحها، ندخلها كده وادخل فيها الاستك بتاع النضارة بالشكل ده كده. بعد ما قفلت كده الاستوبر بتاعي والوردة والزردية او الزردة وحطيت الاستك، اخبي بقى المكان بتاع الاستوبر ده بحبة لولي من ده كده. بقى ده شكله. هبدأ بقى بعد كده هعمل ايه؟ هبدأ الضم الخرز بتاعي. الضم واحدة صغيرة من هنا كده، بعديها واحدة طويلة، بعديها واحدة صغيرة، بعديها واحدة طويلة، هعمل اتنين تاني زي ايه بنفس الطريقة بالشكل ده كده، واحدة صغيرة واحدة طويلة. عملت أربعة، بس في الرابعة ما حطيتش واحدة صغيرة. هحط بقى بعد كده أربع خرزات أحمر، حطيت أربعة أحمر وهحط واحدة بيضة علشان اعمل الوردة. شوف بقى هنعمل الوردة ازاي. هدخل كده بالخرز في اخر واحدة او اول خرزة حمرة حطيتها، هدخل كده من تحت لفوق او من اسفل لاعلى بالشكل ده كده، بشد الخيط كده بالشكل ده،
احط تاني خرزتين احمر. يبقى كده انا عندي 6 خرزات احمر وواحدة بيضة. البيضة دي هي القلب بتاع الوردة بالشكل ده كده. يجي اشد الخيط بتاعي واجي اعمل ايه بقى، هالفه كده مثلا وهاجي ادخل في الخرزة الحمراء اللي جنبها دي اللي هي هنا دي. اشد الخيط كده، الوردة اتكونت اهي. هلضم تاني 4 زي دول واعمل الوردة تاني معاكم اهي. بعد كده هلضم 4 خرزات احمر دي. اجي هنا كده هلضمها هنا دي في اللي جنب البيضة من الناحية دي. بالشكل ده كده صارت الوردة، شوفوا جمالها. شوفوا، وبكده انا جيت للاخر وخلصت السلسلة بتاعتي. وبنفس الطريقة اللي عملته هنا هعمله هنا. اول حاجة هدخل وبكده اصبح الطرفين زي بعض من السلسلة. بجيب النضارة بتاعتي كده زي ما قلت لكم، اي نضارة، نضارة نظر، نضارة شمس، نضارة قراية. وبوسع هنا الحباسة دي كده، بوسعها عشان تدخل طبعا، وبضيق كده زي ما انا عايزة. نفس الطريقة هنا يعني ده أستك. طبعا لو السلسلة بتاعتي كانت قصيرة ممكن اطولها بسلسلة معدن او انه يعجبكم وينال رضاكم. ما تنسوش اللايك والشير، وحبايبي اللي لسه مشتركوش اتمنى انهم يشتركوا ويفعلوا الجرس على الكل. بحبكم في الله ومع الف سلامة.